الحمد لله مشروع الأضاحي هو مشروع متجدد كل عام فعام. منذ بداية المؤسسة في الشمال السوري المحرر نقوم بذبح الأضاحي وتوزيعها على العوائل المحتاجة الأشد فقرا، عوائل الأيتام، عوائل النازحين والمهجرين. المراكز يعني متوزعة بين منطقة درع الفرات، غصن الزيتون، ومنطقة إدلب بشتى المناطق، بحيث نغطي أكبر قدر ممكن من العوائل. الحمد لله غطينا أكثر من 100,000 عيلة في هالمناطق الثلاثة. وزن الحصة قرابة 2 كيلو بفضل الله سبحانه، وإن شاء الله تكون كافية إلى حد ما للعوائل. بيتم التبرع من الناس اللي موجودين برا البلد وجوا البلد بثمن أضاحي. نحن بنشتري الأضاحي ونقوم بذبحها وتوزيعها وفق الضوابط الشريعة الإسلامية. حاليا بكل الفريق بشكل تقريبي وصلنا ل 750 أضحية خروف بالإضافة ل 14 عجل بشكل تقريبي. التوزيع بيكون في عدة مكاتب، منها ريف اللاذقية، إدلب المدينة، دارية عزة، مدينة الباب، مدينة عزاز، مدينة عفرين. كل المكاتب اللي موجود فيها تواجد لفريق ملهم بيشارك في هاي الحملة، حتى أيضا بنوزع في مخيمات لبنان. في عنا قرابة 200 خروف، وفي عنا جمال، وفي عنا عجول. الحمد لله تقريبا رح يكون في عنا أكثر من 5,000 حصة رح يتم تقديمها للعوائل المهجرة وعوائل الأيتام هون بإدلب المدينة وبالمخيمات. الحمد لله الحصة رح يكون وزنها تقريبا 1.5 كيلو وزيادة. يوجد لدينا عدة أنواع من الأضاحي سواء خروف أو عجل. عدد الأضاحي لحد الآن 200، طبعا العدد قابل للزيادة مع أيام عيد الأضحى. وزن الحصة رح يكون 2.5 كيلوغرام للثلاثة. رح نستهدف المهجرين في المخيمات والمضرين بالزلزال ضمن مراكز إيواء والمخيمات، والأيتام المسجلين عندنا في مجموعة هذه حياتي. الفئة المستهدفة هي العائلات النازحة، العائلات الفقيرة، يعني أغلب العائلات هي موجودة حاليا بالمخيمات، هذا اللي عم يستهدفوا. طبعا الاستهداف عم يكون بالتنسيق مع مديرية التنمية بالمنطقة، هن بوجهونا حسب الحاجة وحسب المخيمات. هن عندهم تنسيق مع باقي المنظمات مشان ما يصير تضارب بين المنظمتين، مثلا منظمتين أو أكثر يوزعوا بنفس المكان. يستهدف المشروع أهلنا الموجودين في مخيمات الإيواء المتضررين جراء الزلزال وأهلنا النازحين. عدد الأضاحي المقدمة 1800 أضحية، ويستهدف 18,000 عائلة.